castrul Adam. حارة حار وكعبة حار وجوز ستة كعبيات شكاكة دي من البرتبان على العظم يطلعش فيس من الحيرة صحيح نوفة صحيحة كاس غيرة كاس غيرة العظم باش من بعد بس خلت زيت العظم ولا لا كل عظم كجنيس العظم كيس خمسة كعبات ما في كيس ستة كعبات خمسة كعبات ستة كعبات اكاو باش العظم ديك من بعد تشد بعد ما نخبر كاير هاي السكيرة بنزي عادنا المكتب ايش جبن وندور مرسويات شو نحط جبن لك نحط جبن كعبات بس هاش ما تشبتش السنة جنبون ايش انا وين انا وكاش كوين وين يتكلم عادي هذا ما هو مكلم فيه الجبن والعظم مع الفاس الحمراء الحمراء هيك بعد ما كمل الخليط نحط السكروب تاعنا مع الفحم نتاعو اللي هو كليل زعتر ملحي فلفل اكحل ليدير الملح نشكل نحضر السكروب تاعنا حاضر هكا نحط الكعبه نزل حط السكالوب حط الحشو تاعو هاني كيف بعدش يبان المرسويات الشبن واللي يبان تعملوا شوية فلفل أكحل شوية فلفل وزعتر وشوية دير نطوا الورقة تاعو نطوا السكالوب نطوا هكا ويتحط في الطبق كالعادة نحطوا السكالوب زينو دون الشبن بعد الجبن قاعد يدخلها بنينة نطوا الورقة كالعادة بعد ما فوح واش تضحك اخدم بك وقت اسكالوب كوردون بلو احنا عنا سوس نطوروه شويه باش يطيب من داخل خاطر برشا يقليوه الاسكالوب ديريكتومون يعملوه باني يقعد ني من داخل والا كان يخليوه برشا يتحرك وعلي منظرو خايب احنا نطوروه شويه نحطو فيه الفرماج نحطو فيه الجامبون رابيدمون نحطو له شويه العظم ونطوح بريقل ومن بعديك نعملو له شابلير هو نورمالمون نحطو له شويه فرينه لكن احنا الشابلير تاعنا سمح نعملوه بيدينا يشد فيه بارك الله نجم نغطسو حتى هكا بالدا بعديك قليه خفيفه يطلع منظرو دوري مزيان على الاخر باش ما يتحلش حافظ على الفرن نتاعو بعد ما نكملو نحطو له الزيت والفحم نتاعو وكليب ونحطو في الفرن هذا يتحط في الفرن تاعو يتحط في الفرن كيف هذا
صبوا الماء ضايع في كركم، صبوا على الفرس باش يفوت عليه أزهر. كيفاش حاب تفوت معاه الفوق؟ تمشي للكوش، نمشي دور نزول الكوش. قداش نزول الكوش؟ حطوا في الكوش. نص ساعة يكون الكوردون بلو نتاعنا حاضر. سكروب فرسي. سكروب فرسي. باش نحضروا في المحشي. حضروا بطريقة زمنية كيما مماتي هكايا. جرين سيسوا عليه القرن باش ما تطلق، باش بعد كي نقليه يقعد منظره مزيان. شنو الحشو نتاعو؟ لحم مفروق، جبن، بصل مع الدوس. هاي دور القرن تحطه نفاح تعب الحم يعني. نفاح، ثوب، فح بقري، شوية كركم، شوية كليل وزعتر. كملوا الكيك الكيك كامل، حط شويه كيف العظم، يتحط كيف الشقير. مش متحلش. بعد شو عملوا له؟ بعد حطوا في مقلب الزيت. هذا سكالوب فرسي حضر. سكالوب فرسي حضر. تو باش نزينو الدور. Продолжение следует...
طيب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم هذه الكوردون بلو فيني سكالوب فارسي فيني